ليلي ام علي. ها اخوي بديت اسالك فالسؤال. يرحم ذاك العب الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. زين مات. الله يرحمه. مات وخلص وخلص من هالمشاكل مال الورث. ايش قال الورث وايش قال هذا وهي شلون الكميه مال الفلوس اللي يقول لي هذا الجمال مالتش طبيعي لو انت مضروبه بحادث قبل. راحت راحت امشي راحت. اقعد خويا استريح استريح شي خلص اقعد اليوم. ليش ما اقعد اقعد هي الدنيا خلص اليوم والله انا ناوي قلت الا اقعد وافطر وياكم اليوم. حقيقة تفاجأت بخالتي راجعة 30 سنة يولي نبلعها للقمة اليوم لو لا عليك. لا لا ها عمه ايش طبختي؟ عمه عمه ها عمه جيب الفطور إلي عمه عمه يا امي انت ماتت. لا ليش خالد ليش؟ الحلا كتلت الحلا عمه ام علاوي يولي يعني خوش لا تفكرين فاتحتكم علينا.